بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير. إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. حبايبنا، بطلب من بعض حبايبنا المشتركين رح نحكي اليوم عن هبوط الرحم أو نزول الرحم، أسبابه وأعراض هبوطه وطرق علاجه بالأعشاب، والإجابة على السؤال كيف تعرف السيدة أن لديها هبوط رحم؟ وما هي أعراض نزول الرحم؟ وهل علاج نزول أو هبوط الرحم بالأعشاب حقيقة أم خرافة؟ فاصل ونواصل. نزول الرحم من الأمراض التناسلية التي تعاني منها النساء في وقت من حياتهن، وذلك بسبب ضعف العضلات التي تعمل على حمل الرحم وربطه بمنطقة الحوض، حيث يتدلى الرحم من مكانه ليصل إلى منتصف المهبل، مما يؤدي إلى حصول التورم والانتفاخ، ويكون الهبوط كاملاً أو جزئياً، مما يسبب الآلام الشديدة للسيدة في منطقة الحوض. وهنا قد تلجأ النساء إلى العلاجات الطبيعية للتخلص من تلك المشكلة، وفي عجالة سنعرض طرق علاج نزول الرحم بالأعشاب. لكن في البداية سنتعرف على أهم أسباب نزول الرحم أو هبوط الرحم. تتعدد أسباب نزول الرحم عند السيدات، فهناك ما هو مرضي ومنها ما هو متعلق بأسلوب حياتها، ومن تلك الأسباب إجراء العمليات الجراحية في منطقة الحوض والتي تعمل على إضعاف عضلات وأربطة الحوض فتؤدي إلى هبوط الرحم. أيضا التقدم في العمر ووصول السيدة إلى ما يسمى بسن اليأس. أيضا الإنجاب المتكرر والسعال المزمن الذي يعمل على نزول الرحم، وخاصة إن امتد لفترات طويلة من الزمن. أيضا زيادة الوزن المبالغ فيها تساعد بالإضرار بالرحم، والتعرض للإمساك المزمن، أيضا انخفاض معدلات هرمون الأستروجين الذي يضعف عضلات الرحم. والسؤال، كيف تعرف السيدة أن لديها هبوط رحم؟ والجواب، يتم ذلك من خلال الأعراض التالية، وأهمها التهابات متكررة في المثانة. تفقد المرأة إحساسها بالراحة بسبب دخول الهواء إلى المهبل والرحم، آلام مستمرة وشعور بالثقل في منطقة الحوض، الانزعاج والألم أثناء المعاشرة الزوجية، إفرازات متكررة في منطقة المهبل، السلس البولي. وطبعا هناك عدد من الخيارات العلاجية التي يمكن اللجوء إليها بحسب حالة المصابة، وذلك حسب ما يراه الطبيب المختص مناسبا، حيث يعتمد العلاج في حالات هبوط الرحم والجهاز التناسلي على عدة عوامل، منها سن المريضة وشدة الهبوط ومصاحبة الهبوط لهبوط في المثانة أو المستقيم، حيث يتم تقرير العلاج إما جراحي أو علاج طبيعي يعتمد على عمل تدريبات لعضلات قاع الحوض، ويعتمد نجاح العلاج الطبيعي على الممارسة الصحيحة والالتزام بالتمرينات اليومية وعدم هبوط الرحم بصورة شديدة، إذ أنه يكون مناسبا للحالات الخفيفة والمتوسطة. أو يمكن وضع جهاز داعم في الرحم يعمل على رفع الرحم والمهبل ليدعم جدرانهما. ومن أهم هذه الخيارات العلاجية نذكر ما يلي: تعديل نمط الحياة، وذلك بممارسة تمارين لتقوية عضلات الحوض وإنقاص الوزن الزائد، وعلاج الإمساك في حال المعاناة منه، ويمكن ذلك بالحرص على الإكثار من تناول الألياف وشرب السوائل وخاصة الماء، وينصح كذلك بالسيطرة على السعال إضافة إلى عدم حمل الأثقال. ويجدر التنبيه إلى أن خيار تعديل نمط الحياة يلجأ إليه في حال كانت المرأة المصابة بهبوط الرحم لا تعاني من أي أعراض أو علامات، أو تعاني من أعراض وعلامات قليلة. ودرجات هبوط الرحم صنفها الباحثون والمختصون إلى 4 درجات، وذلك
بالاعتماد على مدى بعد الرحم عن موقعه الأصلي. والآن نأتي على طرق علاج نزول الرحم بالأعشاب. أولاً لحاء، يعني قشور شجرة البلوط، والطريقة هي نضع ملعقة كبيرة من مطحون لحاء البلوط في لتر ماء ويغلى جيداً ويترك حتى يصبح بحرارة الجسم، ويتم عمل مغطس مقعدي لمدة 10 دقائق على الأقل، ويمكن مضاعفة الكمية إذا لزم الأمر. كرري هذه العملية يوميا حتى تتحسن الحالة. ثانيا السفرجل. يستخدم السفرجل في علاج نزول الرحم، حيث يتم تقطيعه وسلقه في الماء لمدة ربع ساعة، ويصفى بعدها لعمل كمادات وغسول لمنطقة المهبل. ثالثا الشبة. تذاب ملعقة صغيرة من الشبة في الماء بعد طحنها، ويتم استخدامها كحمام مقعدي، حيث تساعد على تضييق فتحة الحوض، وذلك لعدة أيام. رابعا العسل والحبة السوداء واليانسون، حيث يضاف ملعقة كبيرة من الحبة السوداء وملعقتين كبيرتين من اليانسون في كيلو من العسل الطبيعي، إضافة إلى كمية قليلة يعني حوالي 10 جرامات من غذاء الملكات، وتناولي ملعقة من هذا الخليط قبل كل وجبة من الوجبات الرئيسية الثلاث. خامسا امزجي مقدار 50 جرام من صودا الخبز و25 جرام من لبان الذكر وملعقة كبيرة من كل من اللافندر أو الخزامة والمردقوش والبابونج وإكليل الجبل، إضافة إلى الإخيليا، طبعا ملعقة من كل واحدة. ثم أضيفي مقدار ملعقة كبيرة من هذا الخليط، بس نخلطه، نأخذ ملعقة واحدة من كل الخليط، إلى نصف لتر من الماء ونغليه على النار، بعد ذلك نصفيه ونتركه ليصبح فاتر، ثم يغسل بواسطته منطقة المهبل لمدة 10 دقائق. ويفضل أن تكرر العملية بشكل يومي، أو يمكن مضاعفة الكمية، ويعمل منه دش مهبلي لمدة 10 دقائق يوميا على الأقل. سادسا الكركم. للكركم خصائص قوية مضادة للالتهابات، المفيدة للأشخاص الذين يعانون من أعراض بطانة الرحم، كما يستخدم الكركم لإدارة بطانة الرحم على المدى الطويل. وقد وجدت بعض الأبحاث أن الكركم لديه القدرة على تثبيط نمو بطانة الرحم، حيث تناول كبسولات الكركم أو شاي الكركم عن طريق غلي كوب واحد من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من كل من الكركم ومسحوق الزنجبيل، كما يضاف العسل والليمون، وشربه 3 مرات يومياً أثناء الشعور بالأعراض. سابعا الزنجبيل. يعاني بعض الأشخاص المصابون ببطانة الرحم من الغثيان، وشاي الزنجبيل أفضل العلاجات المنزلية لعلاج الغثيان، ويضاف ملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلي، وشربه 2 إلى 3 مرات يوميا. ويمكن للمرأة اختيار ما يناسبها وحسب ما هو متوفر لديها، ونذكر أنه ما يناسب ويصلح لامرأة ليس بالضرورة أن يناسب ويصلح لغيرها، فالأجسام تختلف. حبيبنا، نتمنى للجميع دوام الصحة وراحة البال، وإن شاء الله يكون الموضوع عجبكم. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.